أنا اسمي محمود، عمري 9 سنين وأنا من سوريا. أنا صلي برات سوريا سنة وثلاثة شهور تقريبا. أنا هون حياتي صعبة لأني ما عم بدرس. أنا بساعد بابا في توزيع الخبز، وأنا بحس إني مثل رجال بالبيت عم يشتغل. هو ما قال لي، يقول لي يسألني، يقول لي محمود انت عليك بدك تروح روح، ما بدك بلا ما تروح. انا قال له لا بدي اروح لاني هون ما في مدرسة وما عندي اصحاب وما عم بدوس الشارع مشان اللي عم يضربوني، وهنيك لادخل مدرسة. لما طلعنا بالسفينة اللي هي بالأول صغيرة، بعدها طلعنا باللي أكبر منها، طلعنا فيها وقعدنا ساعتين وكنت أنا عم بدوخ. إيه لأني أول مرة بطلع بالبحر. لا ما خفت لما أطلقوا النار، ما خفت. لما طلعت بعد 5 أيام من السجن وشفت أمي وأبي كنت فرحان كتير. في عندي حلم كمان هنيك ليصير عنا بيت جديد غير وضع هون، ومدرسة وصحاب ونتعرف على ناس جداد هنيكي.